نرجع نحكيو على رمضان 2023. رمضان قاعدين نسمعوا برشا مخرجين اللي كانوا موجودين في الموسم الفارط، سامي الفهري، سوسن الجملي، لسعد الوسلاتي، اعلنوا انهم باش يكون عندهم اعمال في رمضان. نصر الدين السيلي، نصر الدين السيلي زاد باش يرجع بعمل السنه. كلهم قالوا انه فما العوده للاعمال التلفزيه. لسعد يمكن خارج تونس، عبد الحميد بوشنيق الى حد الان الصوره ماهيش واضحه، ما نعرفوش عبد الحميد عنده عمل في تونس، عنده عمل مواصله الكنيه ما كانش نعمل ايه، ما نعرفش. هو اختيار مني مش ما نكونش موجود سنه في التلفزه التونسي الحقيقه. اختيار اي اختيار سي استراتيجي بروفيسيونيل يعني، فهمتني، مش كره في الجمهور التونسي لا في حد شيء، مي نحب نتعدى لحاجه اخرى. زون دو كونفور مش بي كلي كركشه وهكذا، وكان ما كانش ثلاثة ودشرة اثنين ونوبة ثلاثة لا نخاف كي وليت حسيت روحي تخزن الكمفورت اي خفت وخفت ترعبت يعني يعني كهويسي باهي. بوغ لو مومون استراتيجي سي نحب نمشي لجمهور اخر. جمهور اخر، انا باش نقول جملتين ونعمل كروازمون. اخترت اني ما نكونش موجود في التلفزة التونسية واخترت اني نمشي لجمهور في رمضان. وفي رمضان خاصه خاطر انا موجود في التلفزه التونسيه خارج رمضان، هذا اوبجيكتيف، هذا هدف يعني لازم ناخذ له كامل. هذا لازم يخلط له نصر الدين، يخلط له لسعد، يخلط له سامي الفهري، ساوسن، اي عبد كان يخلط يحل الباب نتاع اعمال في وسط العام قصار، خمسه حلقات سته حلقات ديني سيري وقيد به راه يعني رمضان تجمش تقعد على حياتك كاملة تتسنى في شهر رمضان باش تخدم انت وتكنيسيانات وممثلين يعني دومين كامل مرهون في شهر صحيح. اخترت باش ما نكونش موجود في التلفزة التونسية واخترت نمشي لجمهور اخر. نعمل كروازمون نحكيو على وجهة عربية عبد الحميد بوشنيق في رمضان 2023. اي نجم يكون اي وجهة عربية نجم يكون الاتجاه لعمل العربي عبد الحميد بوشنيق. ناخو اجابة اي اي الاتجاه لعمل خارج حدود الوطن. خارج حدود الوطن عبد الحميد بوشنيق رمضان 2023. اي ان شاء الله كان مش هذاك باش نتفرج في الاعمال نتاع الزملاء نتاعي سنه وكهو، ونحب زاد انا نشوف الناس.